السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيم كلاب برنامج تقدر تفتح منه ملفات الـ IFC. لو دوست كليك شمال تقدر تلف المبنى بالشكل دوت، تعمل اوربت حواليه. تعالى بقى على قائمة فيو، هتلاقي ان انت ممكن تعمل برسبكتيف او اورثوجرافيك بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اشوف شيدد ويز لاين او شيدد ويزاوت لاين، او ممكن تشوفها كواير فريم. وممكن تقول له انا عايز اشوف السبيس، فيبدأ يصير لك السبيس. او ممكن تقول له انا عايز اشوف الاوبننج. وممكن نقول له هنا فلور بلان ديسبلاي، تبدأ تشوف الحاجات، مثلا عايز الجريد، عايز السبيس، عايز الفوت برينت. ممكن نقول له شو هايت فلور بلان، فيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت الاكس والواي. وهنا تقدر تقول له انا عايز اشوف كومبوننت، يعني مثلا عايز اخفي او اظهر كل الحوايط. فمجرد تدوس كده كل الحوايط اختفت وبقيت تشوف جوه المبنى شغل الكهروميكانيكال، وكذلك باقي العناصر تقدر تظهرهم وتخفيهم زي ما انت شايف. تقدر تقول له شو اول، وانا تقدر تقول له شو اول، وتقدر تقول له انا عايز اظهر واخفي العناصر اللي انا عاملها سيلكت، مثلا الكرسي دوت. وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اظهر كل حاجه.